تفاسير أهل البيت، تفسير البرهان، تفسير الصافي، يذكرون تأويل الآيات. هذا تفسير مقابل التفسير. أكو شنو التأويل؟ التأويل المعاني البعيدة عن الذهن، التفسير المعاني القريبة من الذهن. يقول السنة في هذه الآية، السنة المقصود بها رسول الله صلى على محمد وآل محمد. والاثنى عشر المقصود به الأئمة الاثنى عشر سلام الله عليهم. والأربعة الحرم، الأربعة الحرم هم الأئمة الأربعة الذين اسمهم علي، أولهم علي بن أبي طالب، الثاني علي بن الحسين زين العابدين، الثالث علي بن موسى الرضا سلام الله عليه، الرابع علي الهادي. هذول لهم مزية خاصة اللي في تأويل القرآن الله تعالى مسميهم بالأشهر الحرم. هذه بعض الأسرار إحنا إلى الآن أئمتنا ما عارفينها. إن شاء الله من يظهر صاحب الزمان حد نعرف الله ورسوله وأئمتنا نعرفهم. ليش الله جعل هذول الأربعة الحرم؟